نذهب إلى انتظار صفقة الهدنة بين حماس وإسرائيل، اللي متوقعين أو منتظرين الرد يصل غدا مكتوبا من حماس. كان في وفد في حماس، وزي ما قلنا لكم امبارح غادر وقال أن هناك رد مكتوب سيصل. الوفد الإسرائيلي لن يصل القاهرة إلا بعد وصول رد حماس. بلينكن في زيارته للأردن قال أنه يعني مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة وعلى حماس عدم التأجيل، وحان الوقت للموافقة على المقترح. وقال أيضا بلينكن أنه العبء يقع على عاتق حماس، ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين. وقال سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو. أيضا منذ قليل الرئيس السيسي زي ما قلنا لكم في المقدمة تلقى اتصالا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، تناول الاتصال المستجدات حول جهود التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. ما هو الجديد دكتور أيمن الرخب المحلل السياسي الفلسطيني؟ ما هو الجديد؟ أين نحن الآن في قضية الهدنة؟ بداية تحية أستاذ لميس ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا أولا أتمنى أن توافق حماس دون تحفظ على الورقة التي بين أيديها، ما طبعا اطلعنا عليه من هذه الورقة بها كثير من الإيجابيات. الأزمة ستكون لدى الاحتلال الإسرائيلي، فيجب أن لا يعطوا مبرر للاحتلال الإسرائيلي يتهرب من ذلك. هناك مباركة عربية وأمريكية لهذه الهدنة، وهي مرحلة من مراحل الصفا. كما أصبح صار معلوما هذه الهدنة ستنفذ على مرحلتين هذه المرة. المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 أسير إسرائيلي من فئة المدنيين والنساء والأطفال طبعا دون استثناء، وإطلاق مقابل ذلك إطلاق سراح 990 أسير فلسطيني. حماس ستحدد 100 منهم دون تحفظ إسرائيل، وهذا أمر مهم جدا. عودة النازحين دون تحفظ من الجنوب إلى الشمال ودون تدخل إسرائيلي إلا بالمراقبات عبر الكاميرات من بعيد، وهذا أمر لا يطير، وأعتقد هذا أمر مهم جدا تم إنجازه بجهد كبير جدا بذلت مصر به ساعات طوال الإقناع ذلك. لذلك قلت أن الأزمة ستكون لدى الإسرائيليين. أضف إلى ذلك زيادة حجم المساعدات التي ستدخل قطاع غزة خلال فترة 42 يوم التي ستكون هذه الهدنة. سيكون هناك طبعا المرحلة الثانية، وهو إطلاق سراح باقي المدنيين المش موجودين عند حماس وموجودين لدى الفصائل الأخرى، ويقدر عددهم حسب التقديرات، طبعا لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، يقدر أيضا بقرابة 9 أسرى. إذا تم ذلك سيكون مقابلهم أسبوعين من الهدنة وإطلاق سراح أيضا طبعا 300 أسير فلسطيني. هنا ستكون الأمور تسير بهذا الاتجاه. نتابع في الجانب الآخر لسه هناك أزمة كبيرة جدا. الكابينت الذي كان مقررا عقده اليوم في الساعة 6:30 بتوقيت القدس التغى هذا الاجتماع دون مبرر. نتنياهو التقى مع بن غفير مع سمرتش. التصريحات التي تأتي من جانب الاحتلال الإسرائيلي خطيرة، لذلك أتمنى من حماس أن لا تفوت هذه الفرصة، وهذه فرصة تحتاج إلى عقلية سياسية ذكية تتعامل بالأمر بذكاء، ولديها في جعبتها ما تكمل به الجولة التالية وهي الجنود والضباط، وبالإمكان أن تناور أكثر. لكن الجميع الآن بحاجة لهذه الهدنة. نعرف الهدنة دائما نقول أنها تبرد الحروب، هدنة تمتد إلى أكثر من 60 يوم، قد تكون فرصة بشكل أو بآخر لتدخل الوسطاء، عسى أن تنتهي هذه الحرب المجنونة على شعبنا الفلسطيني. هل تتضمن هل يتضمن الاتفاق أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر نتسريم وهو الحد الفاصل بين شمال وجنوب القطاع؟ هل وأن الفلسطينيين يقدروا يرجعوا دون أو يتم على أن يتم تفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع من قبل قوات مش إسرائيلية؟ توضيح في هذا الأمر. هناك طبعا ما نشر في الإعلام هو غير دقيق، أن قيل قوات مصرية وهذا غير دقيق بصراحة. ما تم الاتفاق عليه من جانب مصر، الإسرائيليين تحدثوا عن انسحاب الجيش الاحتلال من محوري نتسريم وشارع هارون الرشيد، يعني شارع البحر وشارع صلاح الدين، على مسافة 500 متر ويتم خلال ذلك المراقبة والتحكم في حركة العائدين. مصر اقترحت طبعا، حماس طلبت كيلو 700 متر، حماس اقترحت كيلو دون تدخل إسرائيلي، وإسرائيل فقط ستراقب ذلك بالكاميرات كما هو الحال في معبر رفح. معبر رفح يراقب بالكاميرات من قبل الجانب الإسرائيلي. لا تدخل هنا لا لقوات مصرية ولا لقوات دولية، فقط سيكون هناك إشراف على تنفيذ هذه المرحلة دون استثناء، وسيكون حرية التنقل على شارعي
صلاح الدين وشارع هارون الرشيد او مفرق نتسريم سابقا، والامور ستصير بهذا الاتجاه. لذلك قلت انا ما يقدم جيد، على حماس الا ترفضه وان تتعامل في الامر بذكاء اكثر من اي حسابات اخرى. ونعتقد هذه ليست نهايه الحرب، هذه مرحله نستطيع ان نؤجل اجتياح رفح بذلك، يكون هناك فرصه ليتسنى للوسطاء للتدخل عسى ان تنتهي هذه الحرب. ولكن اخر تصريح لغازي حمد امس القيادي في حركه حماس قال ان وقف اطلاق النار غير واضح، يعني فماذا يعني ذلك؟ لان في هذه المرحله لا يتم الحديث عن وقف كامل اطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من عمق المدن على اطرافها، انسحابه من طبعا عندما يبعد عن السريم كيلو، فسيبقى بعد كيلو من منتصف قطاع غزه. نعرف انه في منطقه السريم حتى منطقه الحدود قرابه 2 كيلو ونص، اذا انسحب كيلو فيبقى خلفه كيلو ونص في عمق قطاع غزه. لا زالت الحرب مستعره، نحن نعلم ان هذه المرحله ليست مرحله انتهاء الحرب، لذلك نقول يجب ان يكون هناك ذكاء في استقبال هذه المبادره، لان هذه سيبنى عليها. اذا تم نجاح هذه المبادره مع وقف طبعا اطلاق طيار او تحرك طيران الاحتلال من الساعه الثانيه ظهرا حتى الساعه الثامنه لتتمكن المقاومه من جمع باقي الاسرى، هذا امر مهم جدا، وهذه ستبنى عليها بصراحه، لانه هدنه نوفمبر لم تكن قادرين، لانها كانت باليوم على ان يكون هناك تدخل الوسطاء للوصول الى وقف اطلاق النار. لا ننسى ان في الطرف الاخر هناك صراع، جزء من اليمين يريد ويهدد نتنياهو إذا وافق على هذه الهدنة فإنه سينسحب من الحكومة. بالضبط، وهذا سؤالي، ماذا سيحدث في إسرائيل؟ يعني ما زال نتنياهو يتوعد بأنه سيجتاح رفح سواء كانت هناك هدنة أو لم تكن هناك هدنة، ما هو موقف الإسرائيلي داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهل تصريحات نتنياهو هذه فقط للاستهلاك المحلي؟ يعني اليوم كان اجتماع كابينيت التغى، هو أو مجلس أمني مصغر التغى، كان في هناك تصريح مهم لزنجوت قال أن أن تتحكم اثنين من المتطرفين أو المجانين، وصفهم بالضبط في الإعلام العبري، وهو يقصد بن غفير سومريتش بمستقبل دولة الاحتلال، هذا يجب أن يتوقف بشكل كامل. في نفس السياق تحدث يائير لبيد زعيم المعارضة بنفس الاتجاه وقال يجب أن تقبل هذه المبادرة وأن لا يكون نتنياهو رهينة لبن غفير وسومريتش. سومريتش وبن غفير هددوا بسياق واضح أن إذا تم هذا الاتفاق، حسب ما وصلهم هذا الاتفاق، أنهم سينسحبوا من الحكومه. هذا تهديد لا رجع به. بالسابق في نوفمبر هدد سومريتش بن غفير ولكنهم لم ينسحبوا من الحكومه، قد يكون لذلك وفقط من باب تقويه جبهه نتنياهو والضغط على المقاومه لياثر الرفض من قبل حماس. لذلك قلت ان يجب ان لا نستبق نحن الاحداث، يجب ان تكون لدى المقاومه ولدى قياده حماس مقدره على التعامل بذكاء بشكل عالي جدا في هذه المرحله، وبالتالي اذا تم قبول ذلك فهذا سيحدث شرخ داخل دوله الاحتلال، اما سيكون لديهم مشكله في داخل الحكومة أو سيوافق على الهدنة، وبالتالي نذهب إلى هدنة مؤقتة. نتنياهو هدد بأنه لم يوقف الحرب، ونحن نعلم أستاذ لميس أن بالنسبة لنتنياهو الحرب هي طوق نجاة، وسيعود إلى الحرب لاحقا إن كانت استمرت الهدنة شهرين أو أكثر، وسيعود إلى الحرب لاحقا لأنه لديه هدفين، هدف تحرير أسرى وهدف القضاء على المقاومة، حتى لا لم يحقق شيئا منها. ولكن إذا استقال وزير المالية، ويعني إذا استقال الوزيران المتطرفان في حكومة نتنياهو، يعني ما هو عنده مشكلة، هيكون عنده مشكلة في الائتلاف. بالضبط، إذا انسحب فسيكون هو تحت بصراحة يعني ضغط كبير جدا من يائير لبيد وجينتس، لأنه ستصبح حكومته في مهب الريح. إذا قرر طبعا سومريتش أو الصهيونية الدينية الانسحاب من هذا الائتلاف، فهذا الائتلاف سينهار وسيكون هناك دعوه لانتخابات مبكره. نتنياهو يهرب من هذه الازمه لن يعلم ان انتخابات مبكره حسب كل استطلاعات الراي هو خاسر بها لا محاله في المرحله الحاليه، وبالتالي هو سيتمسك ببن غفير وسومريتش، وهذا ما يجعلني على ثقه ان لو وافقت حماس سيرفضها نتنياهو، لان نتنياهو اذا كانت تهديدات بن غفير وسومريتش حقيقيه فهو سيتمسك ببن غفير وسومريتش، حتى لو قال له يائير لبيد انا جاهز لوفر لك شبكة أمان في الحكومة، لأنه يدرك أن يائير لبيد وجينتس قد يبيعوه في أي لحظة. بصراحة ماذا تتوقع؟ تتوقع أن تقبل حماس الصفقة ولا تتوقع أن ترفضها؟ يعني أنا على صعيد متابعتي أتوقع حماس أن تكون هذه المرة ذكية تقبل الصفقة، وهنا سيتماشى الأمر مع تصريحات بلينكن والموقف الأمريكي والعربي، ولكن سيرفضها نتنياهو وتكون الأزمة لدى الإسرائيليين وليس لدينا. يجب سيرفضها نتنياهو؟ أتوقع سيرفضها نتنياهو، ولكن ستوافق عليه حماس وهنا ستكون الامور
حرج كبير جدا للولايات المتحده الامريكيه التي دفعت عن هذه الصفقه. نتوقع النتيجه امتى؟ يعني غدا تسلم حماس؟ غدا، لان الاعلام العبري كان يتحدث عن 48 ساعه الى 72 ساعه، نحن نقول 48 ساعه حاسمه. شكرا دكتور ايمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني.